شو هالدلال كله ها؟ شو هاد قصاي؟ مبهرة؟ ما بتعرف ان اليوم حفلة أزينة؟ قوم حطلي عليا يلا، بتعرفني انا من يوم الخطبة بحبه. يعني كل هذا الدلال مو لحتى اسهر انا وياكي وننبسط مشان أزينة. شو غيرة منه يعني؟ حبيبتي مو قصد غيرة بس يعني ما بدها كل هالقد. لا بدها، بدها ونص. ما بكفي انه هو رفيقك وصارعني فيه ولهلا ما عرفتني عليه؟ ولا على القليلة كنت جيبه على العرس لحتى اشوف حالي قدام رفقاتي. ايوه بعدين انت السهرة من اولها كلها خناق. انا حقوم نام وخليكي انت بحفلتك. شرفي قلبي على كيفك. تصبحي على خير. وانت من اهلك. يا علي ما عاد بيرجع. تارك التلفزيون شاعري. روحي قومي نامي جوا. قومي. لك روحي قومي. خلاص. قلت لك بوردو مو فرنش. يلا بي غطيكي. أنا رايح الشغل روحي ها ضب البيت. أبو عبدو أجيت والله جابك. خير استوز؟ بوشك على مدير التحرير أعطي هاي المقالة بس يوقعها بتروح على المطبعة. هاي لازم تطلع بعدد بكرة ها. أيوة يعني استوز بس يوقعها أنا باخذها على المطبعة فورا استوز. أبو عبدو أنت لا تتدخل بالقصة بس يوقعها روح على المطبعة. أيوة ماشي استوز. الحقيقة يا استاذ الانسان لم رد استاذ رد. ابو عبدو هاي المدام يمكن صار لها ساعتين ما دقت. يلا بتكسر. بدك شي غير استاذ؟ سلامة قلبك حبيبي. سلام. حبي. عفوا عفوا استاذ والله فكرتك المدام. مقالي مشان استاذ أزينة. بس استاذ يعني انا ما كتبت لانه اذا كتبت عنه رح يقولوا انه رفيقه وعم يتحركوا شو مشان ياخذ منه اغنيه، واذا كتبت عنه بالعاطر رح يقولوا متخانقين. مشان هيك استاذ انا كلفت زميلتنا هبه تكتب عنه المقاله. ايه طبعا طبعا استاذ، انا بس تسلمني اياها للمقاله رح شيك عليها قبل ما توصل لعندها. بامرك استاذ بامرك. خلونا نشوفكم استاذ. على راسي على راسي. امرك امرك الله معك. أما شو حضرت لك حفلة لأزينة؟ لك بتطير العقل. هذا أكتر مطرب بحبه وبحب أغني. يا ستي أنا كنت أقول هيك مثل حكايتك لحد ما حضرت له حفلة شخصيا. عن جد حضرنتي له حفلة؟ إمتى؟ وين؟ دخلك احكي لي. هو على الطبيعة حباه ولا شايف حاله؟ كيف هيك بيحكي وشو بيعمل؟ قلي لي. من سنتين طلعت لعند بنت خالتي بالمغرب لأنها كانت متزوجة هنيك، وبنفس الوقت هو كان عنده حفلة بمهرجان قرطاش اللي بالمغرب، ورحنا وحضرنا الحفلة. وما بتصدقي وقت اللي عرف انه انا سورية شو انبسط فيني وما حل عنا لعزمنا على العشاء واهل وسهل فينا. يا لطيف شو دلدق حاله. يعني كمان متعشي انت وياه؟ طب اذا هيك معناتها في اكيد صور، ليه ما رجيتيني اياهم؟ بدك الصراحة؟ طبعا. ما عجبني كتير، بتحسيه هيك مدري شلون حديثه تافه وشايف حاله. بس على مين حبيبتي؟ ونحن بالعشاء خليته يتحرقص اني اطلب منه صورة او اتصور انا وياه. بس مستحيل، بالاخر هو يلي طلب مني اني اتصور معه صورة للذكرى، وانا رضيت كرمال بنت خالتي. بس للأسف الصورة ضلت على جواله وانا مو حلو اطلبها منه. مفكرني دال احالي عليه. يو اعوذ بالله. نيا على قلبك يا مسوس. بتعرفي انا شو رح اعمل؟ رح ضلني فوق راس قصي لحتى ياخذني على حفله لا ويحضرني اياها. خديني معك رولا اذا بدك، يعني بس هيك مشان نتسلى انا وياك يعني اذا بدك. تفضل. شو يا هيك تستقبل رفقتها؟
100 اهلين بأذنك. اهلا قصي. كيفك؟ انا مشتاق لك. بس انت اللي ما فيك خير. لك هيك يا زلمه بتتزوج بتعمل حفله وانا رفيقك واخوك ما بتعزمني؟ يا حوينه الخبز والملح اللي بيناتنا. شيلني هلا من هالقصص، انت بعد ما نجمت كبرانا تمام الحكايه معك، بعدين اسال الست الوالده من ايمت الدعوه عندها؟ بس انت ما شاء الله، ما شاء الله ها، هيدا اينا على الخشب، من بلد لبلد، الله يرزقك سيدي. يا حبيبي، شو هالحجه هي؟ طيب بتعرفني مسافر، اتصل فيني في موبايل. ليش حدا بيعرف يتصل فيك؟ ما شاء الله عليك، بالنسبه للاخبار الفنيه ما راح اسالك عنها بنوب ها، لانه متابعه خطوه بخطوه. انت هلا صحتك كيف؟ وين عم تروح؟ وين عم تجي؟ شو عم تعمل؟ هلا ليك هلا ما في وقت، انا كنت قريب من هون، قلت بمر لعندك بشوفك وبتطمن عليك. هلا جاي تقعد معي دقيقتين؟ ايه قهوه مشروبنا؟ خلص اجل لي اياها للمساء، لساتك بنفس البيت؟ يعني وين بدي اروح؟ على اساس انا المليونير الصغير، نفسه البيت. خلص خبر المدام، المساء جاي اتعشى عنكم وباقي لكم. لك 100 اهلا وسهلا، والله العظيم ليطير عقلك، بس هالمره جد ها مو تنيمه؟ لا لا مو تنيمه، هالمره وعد. مو كرمالك بس، كرمال بدي اجي بارك للمدام. لك توجني حبيبي القلب. بتشرف حبيبي. تسلم تسلم. يسلم هالايدين يا عمي. من اطيب الحواضر باكلها على الغداء. صحة وهنا يا روحي. على قلبك عمي. بيبي. روحي. انا فيني اتغاظ عليك بشغلة؟ شغلة وحدة بس، من اول ما تزوجنا وانت عم تغلظي علي. هيك هلا؟ لك عم نمزح. طب امانة انا كثير تعبانة بدي ارجع نام. انت ضبهم، بس ليك اول ما في انا بجلي وبرتب كل شيء، انت ما تعمل شيء بس شيلهم يعني. تكرم عيونك. حبيبي جايين لعنا ضيوف اليوم. بيبي هلا وقت الضيوف ما فيك تعتذر منهم او تأجلهم لغير يوم؟ شلون يعني بدي اعتذر منهم؟ اذا حدا جاي لعندي بقول له لو سمحت ما فيني اليوم. ومين هذا الغليظ بقى؟ وزينة العلي. لا وزينة؟ اليوم اجى لعندي على المكتب شرب فنجان قهوه وقال لي رح امرق لعندك المساء، اتعرف على المدام ويبارك لك. يا الله منك يا قصي، هلا لحتى حكيت. أنا زبطت البيت وجليت الجليات، رح روح على الصالون عشان أعمل شعراتي، باي. روحي؟ أنت مو قلتي لي تعبانة بدك تفوتي تنامي؟ بيبي معقول ناموا جاينا ضيوف؟ باي. شو عم يصير معها هي؟ تفرجي معها شي فيلم. مستعجلة؟ بدي روح عند الحلاق بدي اعمل شعري واظافيري واعمل ميك اب. ليش بقى؟ شو رايحة مشوار انت وقصي؟ لك لا اليوم بدهم يجوا لعنا ضيوف يباركوا لنا. يا حبيبتي استنوا لتجيبي ولد بعدين بيباركوا لكم، ودخلك مين هدول الحرزانين لحتى تتمكيجي وتعملي شعرك كرماله؟ انت مو تخيلي قديش حرزانين، بس انت ما لك عرفانة مين جاي لعنا؟ يعني مين بده يجي؟ لك المطرب وزينة. باي. وزينة؟ يا الله ما عرف يجي غير اليوم؟ كان يستنى كمان كم يوم كانت نسيت السيرة. لروح أنا كمان ألبس وأتمكياج وأنزل لعندها على أساس بدي منها شيء وأتصور معه، إلا كان ما حدا أحسن من حدا. وهزي بخصه لك هزي. هاي بيبي. شو هالجمال والحلاوة نعيمة. ميرسي ينعم عليك. أنت ليه لهلا بالبيجامة حبيبي؟ بكي. لك شو بكي؟ ما تقولي الا اجا. يا خلص هلا بقوم بغير ثيابي. شو الحلاوه هي؟ تقبرني. زول شو بيبي؟ شو؟ هلا انا بدي فوت اعمل ميك اب وبدي البس، فيعني انت روح شيك على الضيافه مشان اذا ناقصنا شيء تلحق تجيبه من السوق، ما حلوه، ابدا ما حلوه يجي لعنا الفنان وزينه ويطلع من عنا هيك عينه بشي او ناقص عليه شيء، عيب مشان الواجب والاصول. دخيل الاصول انا.
سيادتي، ليكي والله أنا مالي غيرك، لازم أسألك سؤال كتير محيرني. اليوم بده يجي لعنا أزينة. لفتي؟ إيه، فأنا محتارة شو بدي ألبس. فستان؟ هلأ أنا فكرت فيها، بس مركي قال لحاله شايفته وما لها مصدقة. يعني إيه، بس بنطلونه كنزة يعني، هيك كأني عم بقلل من قيمته. بتعرفي شو؟ ولا لقلك خلص، ليكي أنا رح نقي وبرجع بخبرك شو بدي ألبس، إيه؟ يلا باي. بعد زمان. اهلا بالحبيب. كنت شاكك تجي اليوم بس الحمد لله ها ما خجلتني. لك يا حبيبي ليش في بالعاده خجله؟ لا ما في بالعاده، بس يوم عيد ميلادي معزمنا العالم وقلنا لهم جاي وزينا اجيت، بس بعد 9 اشهر قضي لي اياها معاتبي على الباب كعادتك. خلينا نفوت نشوف التغييرات. وين الكركبه؟ وين الوسط؟ ما في كركبه. بين زول المدام كبير ما شاء الله. وين المدام؟ لا تكون مانك متجوز وجبتني هيك. مدام تيرولا استاذ زين اكيد غني عن التعريف. بونسوار. بونسوار. كيفك؟ وزينة العليا. بعرف. تشرفنا بحضرتك. انا اللي تشرفت. كل عمري بعرف انه قصي مزوي بس ما تخيلت لهالدرجه. ميرسي. تسمحي لي. ان شاء الله الف مبروك. ما في شيء من قيمتك. كتير حلو. ميرسي. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك. تفضل. شكرا. تفضل تفضل. قصي الحقني. على اذنك دقيقتين. يلا علي امك. شو عم يصير معك؟ اه شو عم يصير؟ نعوجت امك؟ يا ميرسي ومدري شو؟ انا هي بيبي. معقول هو كمان شو مزوي؟ يا خاتم ده. يا خاتم ده. لك انا كان بكفيني بس انه يجي لعنا يزورنا وتعرف عليه هيك فيس تو فيس. يا الله شو مزوق هالانسان. بيبي هدير شو، خلينا نعمل له العشاء ونرتب كل شيء مشان نقدر نقعد معه يعني هيك وقت اطول. وحذر شو، ما تقعد تهلكه هلا بقصص الصحافه. اذا بتريد جاي لعنا بصفه رسميه، يعني حابب يتعرف علينا بتعرف عليه، يعني مو ضروري تهلكه بقصص الشغل. عرفت علي شلون؟ خلص خلص خلص. هلا وين حط الغراب؟ يلا الحقني لك. يرحم ايام زمان. قديش كنت اعلمه على هذا العود؟ لساته عندك العود؟ طبعا يمكن صار لي 2 سنين مو داقه. ليش قيمت انت لقيته؟ ليش بتعرف تعزف؟ انا ما بعرف اعزف. خلص لك الا 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 قديش انا كنت اعلمه. حاجة تعمل حالك قدام مرتك فنان وعظيم. على فكره مدام انا زعلان من قصي. ليه؟ رح خبرك ليه. انا وياه عشره عمر وكل العالم بيعرفوا انه قصي بيكتب احلى اغاني واحلى اشعار، ولا مرة قال لي يا رفيقي يا حبيبي يا أزينة خذ هالغنية غنية وكسر الدنيا. أزينة أنت بتعرفني، أنا بحياتي ما حكيت مع حدا مشان الشغل. حبيبي نحن رفقات وإخوات، شو خص الشغل؟ طب بلكي ما عجبتك الكلمات أزينة، يعني بلكي انحرجت مني، شو بدي أكون موقفي أنا؟ خلص صار الموضوع عندي. اليوم ما رح يخليه ينام إلا وما يكون كاتب لك 5 أغاني غير شكل. لك يا عمري في حدا بصح له يكتب للفنان النجم وزينة وما بيكتب له؟ بلكي ما عجبه. اسمعي هالغنية والموال اللي كتب لي اياهم قبل ما صير مطرب، ولحد الان كل حفلة بغنيهم. قال ما يعجبني، قال يمكن بده شوية دوزان كونه. عايش بقلبي وانت بعيد، ضاع الصدى وما عاد فيه اسمعه. عيني شو بعد بدك من غراب تستفيد؟ ما ضل عندي عمر تعيش معاه. في بضاعتنا كون كل فيهم جاري جاري، استعليهم ما حسيت والله، استعليهم ما حسيت والله، بلي معول في ساري علالة، بلي معول في ساري علالة.
لا يا رولا لا 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 يا قصي لا 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 ومن شرات الغزالة يا من شرات الغزالة يا عمي انا بعتذر بدي افتح الباب. ايه ايه روحي 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 الله يسر لك. قد ايه حلوين هالكلمات؟ علينا. مرحبا. يبقى انا ما قلت لك انه جايين ضيوف. شو جايبين؟ هسه خسرت شيء وينه؟ خليني اتصور معه الله يوفقك ونزلها على الفيسبوك. خلصنا ام وسيم، هلا بتعرفي شو؟ بقول له يبعث لي الصوره اللي تصورتيه معه بالمغرب وانا ببعث لك اياها واتساب. لا لا هي الصوره قديمه ما بدي اياها، وبعدين على صفحته في اكثر من 5000 صديق، بدي انا اكون كمان الله يوفقك. خلصنا غلاظه، جاي لعنا حتى يبارك لنا مو يتصور مع الغرباء. شو هو جاب لك اياه؟ اقل منا يعني. يلا هلا عن اذنك بدي روح اقعد معهم. يلا باي. خلص باقي لا تغلظي. ايه انت الثانيه كثير صار غليظه. روحي يلا باي. لا خلص بكره بحكي لك شو بدي اقول لك. رولا. ايه يا رولا، لك الله بيعطي الحلاوه للي ما له دراس. لك بتخافي يشوفني؟ لانه اذا شافني ما حتقدر يطلع فيها. بس انا بورجيكي وهي واقفه لبين ما يطلع. زعمت قلبي ورزق يا لون عيونك عيني ربا لون عيون. اسمعي هاي الجديدة. كل ما عينيك بشوف بحكي بخربك بحروف، مثل الطفل الكذاب واقف قلبي من الخوف. عطرك عامل موجة ماشي خلفك خطوات، بحرق أعصاب الناس ما بيطلع للوردات. كل ما عينيك بشوف بحكي بخربة بحروف، مثل الطفل الكذاب واقف قلبي من الخوف. عطرك عامل موجة ماشي خلفك خطوات، بحرق أعصاب الناس ما بيطلع للوردات. عيونك هي هي ويلي شو عملوا فيه، عيونك هي هي ويلي شو عملوا فيه. يا عمري هيك كتير جوبتي كل الناس، لا صاروا لا بيصير سحرك خطف الأنفاس. كل ما عينيك بشوف بحكي بخربة بحروف، مثل الطفل الكذاب واقف قلبي من الخوف. عطرك عامل موجة ماشي خلفك خطوات، بحرق أعصاب الناس ما بيطلع للوردات. عيونك هي هي ويلي شو عملوا فيه، عيونك هي هي ويلي شو عملوا فيه. يا عمري هيك كتير دوبتي كل الناس، لا صاروا لا بيصير سحرك خطف الأنفاس. يا شو حلوين، حبيتها. انا عن اذنكم شوي. اوكي خدي راحتك خدي راحتك. هات لشوف سمعنا شغلي من اللي انت كاتبه. يا طبعا بدي سمعها، لكن بدك تاخذ من غيري هالمره انا بدي اعملك نجم. يلا لازم ابعث لريما لو اهم شيء وسيم خليها تموت. ايس نزل على الفيس لك يخلي كل العالم تتجاكر. ياي اللايكات. ايه اضافات جديدة كمان. يخرب بيتك مين هي؟
لشو كل هالبهادة؟ قالوا لي الهوى لعبة تاريها دروب وصعبة ومالي جلد فرقاهم عذبوني معهم. لك ضيعان الخبز والملح فيك، انت رفيق انت. وزين ليش هيك عم تحكي؟ شو ليش هيك عم بحكي؟ صرت مسمعني ثلاث اغاني وكل غنية احلى من الثانية، بكيفك ولا غصب عنك بدي اخذه. هلا هي مشكلتها؟ نحن رفقة واخوة صحيح، بس انا بدي اعطيك حق كل وحدة 200,000، بيمشي حالهم؟ هلا معقول انا اخذ منك مصاري لك وزينة؟ معقول هذا الحكي؟ خلص اعتبرهم هدول كادو مني الك. لا كادو ولا مدو، حبيبي لا لك ولا غيرك بدي ادفع نفس المبلغ، فانت خذهم ابدا من الغريب. ولحتى تصدق اني اخذتهم هلا رح دق فورا للملحن واعطيهم للكلمات، خليه يشتغل فيهم على السريع. الو كيفك يا غالي؟ اسمع لي هالكلمات وبدي اياهم يكونوا جاهزين للتسجيل خلال اسبوع. لا انا بحياتي ما اجاني 100 لايك، هلا 400؟ 200 كومنت؟ لا ليك ليك وقتل على الصورة كمان. برافو عليك يا رولا. يس. يخرب بيتك كيف منا غيرانة، بس لشو كل هالحكي؟ ما لازم اسكت لها وانا كمان بسبك. انتي واحدة حيوانة بلا ذوق، اكيد غيرانة حتى هيك عم تحكي. ما بتشرفيني بالصفحة. يا حرام هالمشهورين، بجيهم بحب وبجيهم مليون غيره، بس يعني الشهرة كتير حلوة نيالو. رح أقوم خبر أزينة أكيد رح ينبسط. ايه شو منقول يعني؟ خلاص نهاية الأسبوع إن شاء الله منسجل؟ تكلنا على الله يا سيدي. يلا سلام. شو هاي طفينا الموبايل يا سيدي، طار عقلهم بالكلمات. متأكد جد؟ ايه والله. وهلأ آخر أسبوع إن شاء الله بيكونوا الأغاني بالتسجيل وبيكونوا مصاريك بجيبتك. يعني مصر؟ طبعا. أنا مصاري؟ راح يأخذ مني ثلاث أغاني وبدو يدفع حقها. لا هيك بدي أزعل منك، خلاص اعتبره هدية مني. يا ستي مقبولة الهدية، وانتو اعتبروه 600,000 هدية مني. 600,000 شو؟ حالة غالي. ايه خلاص معناتها كل واحد بيقبل هدية التاني. قبل ما انسى نزلت المقطع اللي صورناه قبل شوي على الفيسبوك، ما بتتخيل قد ايه اجا كومنتات ولايكات، الا وحدة بس يخرب بيتها شو مكيودة، بس انا بعجبك ما رديت عليها طنشتها. الله يسامحك، يا ريتك ما نزلتي، كان لازم تسأليني. كي ما في فرق، نحن واحد. يلا عن إذنكم لجهز العشاء. لا تواخذني وزينة، أنا كنت لازم ننبهها على هي القصة. عادي عادي، بس بتعرف شو ما بحب هالقصص أنا. الله يستر. عن إذنك دقيقة. لك شلون تعملي معه هيك للزلمة؟ شلون؟ ليكو ليكو الداية. شو شو عملت؟ بعدين هو فنان يعتبر حاله انه كان بحفله وانا صورته. لك هديك حفله مو زياره خاصه، بعدين نحن ما بنعرف شو ظروفه للزلمه، بلكي هذا الشيء بضره. لا حبيبي ما رح يضره، رح يفيده، لانه انا كل رفقاتي فاتوا على الصفحه شافوه حطوا لايك وصاروا من معجبينه، يعني لازم يبوس ايده وشو قفا لانه انا عملت له زياده شهره. بعدين تعال هون، شو مشان بدك تطنش على 600,000؟ لا والاحلى من هيك انه ما كان بدك تقلي. ماشي الحال يا بيبي، رح مرق لك ياها هالمرة، ومشانك مشان أزينة. ماشي ماشي خلاص، الله يعدي هالليلة على خير، حاشتني. ها طب يلا ساعدني بالعشاء. إن شاء الله دايم يا رب. شو دايم لسه ما أكل شيء؟ هلا يكونوا ما عجبوك أكلاتي؟ لا والله عجبوني الله يسلم إيديكي، بس أنا ما بتعشى وإذا تعشيت بيكون شيء خفيف. إن شاء الله مليون صحة، والبيت بيتك، ها ما عاد بدك عزيمة؟ حبيب القلب الله يخلي لياك، وهلا بتكون تسمحوا لي. طب لسه بكي؟ والله مضطر امشي. خلص غير مره ان شاء الله بيكون في وقت اطول بنقعد بناخذ راحتنا اكثر. ميرسي لك مدام وعذبناكي معنا كثير.
لا ولو عذابك راحة، أهلا وسهلا فيك. الله يخلي لي ياكي. صحيح ما قلتي لي شو اسمها هاي البنت اللي ماتت من قهرها على الفيس؟ عريج الورد أو طاقة الورد. الورد؟ شي من بيت الورد ما بعرف. ماشي يسلموا. اسمحوا لي، شكرا كتير. شرفنا أبو زينة، أهلا وسهلا. عيدة إيه؟ شكرا إن شاء الله. تعال عنا. شو عم يصير معك؟ وقفي منيح وحاكيني منيح، شو عم يصير معك؟ ليش هيك عم تعمل بيبي؟ أنا عم بعمل هيك؟ شو هالحركات قدامه للزلمة؟ بيبي ليش هيك معصب؟ طب بحبه. شو بتحبيه؟ بتحبي أغانيه قصدك، مو بتحبيه إله؟ بيبي الله يخليك، أنت ضب العشاء. أنا بدي ضبه للعشاء؟ ليش شو عندي؟ لك بدي روح شوف شو إجاني كومنتات ولايكات على الفيديو. الله يخليك بيبي. يعطيك العافية حياتي. الله يعافيكي. شو شايف لهلا ما شفت الميك اب؟ ايه لاحقة. مين؟ وزينة. ايه هذا اكيد بعد لحتى يتشكرنا. ليه لنشوف. بعت لي مسج. يا الله على هالقصة. لك شو في؟ ما في شي، سلامة قلبك. خسرتيني يا للزلمة وخسرتيني الرزقة. ليه أنا شو عملت؟ ما عملتي شي، سبيتي خطيبته على الفيسبوك ووصلت بيناتهم للشيطان الرجيم وحلفت 100 يمين إذا بياخد مني الأغاني ما عاد تحكي معه بحياتها. إن شاء الله انبسطتي. بيبي أنا آسفة. لك شو ما بدي انبسط بيبي، صار عندي 1000 لايك. شوف شوف.